جمهورية السودان وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس إكليل بنين رئيس جمهورية القمر المتحدة ورئيس المجلس العسكري في جمهورية مصر العربية المشير محمد حسين طنطاوي ودولة نائب رئيس الجمهورية العربية السورية فاروق الشرع ودولة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ودولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب بن تون عبد الرزاق وصاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني شقيق جلالة ملك المملكة المغربية ودولة الوزير الأول في موريتانيا الدكتور مولاي ولد محمد القذف ودولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق ركن عبد رب منصور هادي وأصحاب المعالي ممثلو الدول الشقيقة ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أدى الصلاة التي أمها سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الأمنية والاستخباراتية وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان ابن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نوافي بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن سلطان بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وسفراء الدول الشقيقة لدى المملكة وجمع من المواطنين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. يا أبا خالد، ويحين يوم الوداع فنبكيك حزنا والدمع في المعاقي. يا أبا خالد، ويحين الوداع، تغيب عنا جسدا ولكنك باق في قلوبنا، خالدا في ذاكرتنا. يا أبا خالد، ويحين الوداع، تسبقنا إلى دار الخلود راضيا مرضيا بإذن الله في جناته النعيم مع الصديقين والشهداء. ودعواتنا سحائب صدق نرتجي بها خالقنا العظيم، وهو الغفور الودود الرحيم، بأن يسبغ عليك مغفرته ورضوانه في جنات الخلود. يا أبا خالد، ويحين الوداع، في قلب أخيك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله عليك حزن فقدك، وفي عينيه دمعة رحيلك، ولكنه صبر الاحتساب يقوى به في جلل المصاب، ولا راد لمشيئة الله. يا أبا خالد، ويحين الوداع، في قلوب إخوتك وعيون أبنائك ومشاعر أهلك أنهار حزن وأمواج دموع، لكنه صبر الاحتساب، ولا راد لمشيئة الله. يا أبا خالد، ويحين الوداع، واليتيم الذي رعيته، والمريض الذي عالجته، والحزين الذي أفرحته، والمسكين الذي حضنته، والفقير الذي آويته، والمكروب الذي فرجته، والمهموم الذي أسعدته، تغشاهم حزن الفجيعة لفقدك، ولكنه صبر الاحتساب، ولا راد لمشيئة الله. يا أبا خالد، ويحين الوداع، والرجل المواطن الذي أحببت، والطفل الحنون الذي أغدقت، والمرأة الوفية التي رعيت، والعسكري الذي احتضنت، سكبوا أنهار دموع، ولكنه صبر الاحتساب، ولا راد لمشيئة الله. يا أبا خالد، ويحين الوداع، ترحل والديار تبكي والدموع تذرف، ترحل وقد لوحت لنا بالوداع في كل مآثرك ومناقبك وشمائلك، لكنه صبر الاحتساب، ولا راد لمشيئة الله. يا أبا خالد، ويحين الوداع، نبكيك فقدا ونذكرك عطرا، فيحتوينا الحزن، ولكنه صبر الاحتساب، ولا راد لمشيئة الله. يا أبا خالد، ويحين الوداع إلى رحمات الله، صدق دعاء من آباء أحبوك، وأمهات حانيات بكوك، وأبناء أوفياء بروك، لنا جميعا صبر الاحتساب، ولا راد لمشيئة الله. وعقب الصلاة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التعازي من أصحاب السمو والفخامة والدولة والمعالي الذين أدوا الصلاة معه على فقيد الأمة. بعد ذلك نقل جثمان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله إلى مقبرة العود حيث وري الثرى. وتقدم جموع المشاركين في دفن جثمانه رحمه الله،
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كما أديت صلاة الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، استقبلوا في الديوان الملكي مساء اليوم أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين من داخل المملكة وخارجها، وجمعا من المواطنين الذين قدموا التعازي والمواساة في فقيد الوطن الغالي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله،
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قاعة الاستقبال في مطار قاعدة الرياض الجوية. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدموا خلال اللقاء العزاء لسمو النائب الثاني في الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رحمه الله، معربين عن تعازيهم الحارة في هذا المصاب الجلل. وعبر سمو النائب الثاني عن شكره لهم على تعازيهم ومواساتهم في الفقيد الغالي، داعيا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وألا يريهم أي مكروه.
عقب ذلك غادر الرياض جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما غادر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في ودائعهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء مساعد وزير الداخلية للشؤون العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطبيشي ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية عبد الرحمن الشلهوب، كما غادر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة الرياض اليوم عقب مشاركتهم في تشييع جنازة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وتقديم واجب العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو النائب الثاني والأسرة المالكة وللشعب السعودي في فقيد الأمة غفر الله له. وكان في وداعهم في مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. في مشاعر يا أخي، إن قلت أخ فهو أكرم أخ، إن قلت قائد فهو أقدر وأعظم قائد. إن قلت مرجع في أمور الدولة فهو خير مرجع، يقول للصح نعم ويقول للخطأ لا، ويوجهنا التوجيهات التي نجد في النهاية أنها هي الأصوب. ثم ولو أنه أخ وسيدنا وكبيرنا إلنا أنه يعاملنا كأصدقاء، يجرئنا على أن نقول له ما في أنفسنا وآرائنا، فكان نعم الأخ ونعم القائد ونعم الموجه ونعم المرشد ونعم الصديق، وكان ملجأ لنا في كل نوائب الحياة. الأهم من هذا، وهذا أثبته الواقع، هو إخلاصه الصادق لولي الأمر، لأخيه، لمليكه، خادم الحرمين الشريفين، الذي يراه فوق كل شيء ويرى أن ما يأمر به فلا بد أن ينفذ، وكان يخلص له في القول ويناقشه كقائد، ولكن القائد استمع من جنوده، فكان نعم القائد ونعم الجندي. وكان لو يأمره سيدي خادم الحرمين الشريفين بأن يلقي بنفسه من مكان عالي لما تأخر. وكل هذا
نجد أنا مع سيدي سلطان بن عبد العزيز رحمه الله وقدس روحه وأسكنه فسيح جناته أن معه كل الحق، لأن مكانته عند السيد خادم الحرمين الشريفين مكانة عالية، وكان يحبه ليس كأخ فقط وليس كعضد أيمن له وليس كمسؤول، ولكنه كأخ صادق مخلص يقول نعم لما يأمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولكن لا يتردد أن يقول له ما يراه. فإن أخذ خادم الحرمين الشريفين بما رآه، وإلا نفذ ما أمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكان يقول لنا أننا هذا يحصل، ولكن في النهاية أجد أن ما أمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين هو الأصوب. وقد لمست في مرات كثيرة صدق محبة عبد الله أطال الله عمره لسلطان رحمه الله. نعم كان ملكا وولي عهد، ولكن خير ملك وخير ولي عهد، ولذلك فقده كان كبيرا. وأن كنا رجينا من سيد خادم الحرمين الشريفين ألا يخرج للمطار وألا يصلي حرصا على صحته، ولكن عندما نعلم مكان السلطان عنده نقتنع مع الخوف على صحته، فأرجو من الله أن لا يعرضه لأي شيء ولو بسيط. أطال الله عمره ومتعنا بحياته قائدا وموجها، ورحم الله سيدي الأمير سلطان رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته، وجزاه الله خيرا عن المسلمين جميعا وعن الأمة السعودية بأجمعها وعنا نحن يا أخوته بما لقيناه منه وما يعاملنا به وما ربانا عليه، ولكن هذا قدر الله وليس لنا إلا قبول ما قدر الله. وسيبقى سلطان في الأذهان ما دامت هذه الحياة باقية.